اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صريح جدا. موضوعنا اليوم راح يكون ما هو الشيء الذي تخاف ان تخسره المرأة الجزائرية في حياتها؟ اروحوا معي نشوفوا هذه الاجابات. مدام بصراحة، وش هي الحاجة اللي تخافي تخسريها في حياتك؟ الزوج، هي اللي تخافي تخسريه. كيروح الزوج تنغلق عليه كامل الابواب، الدنيا تخلاص، الدنيا تخلاص. نخاف نخسر داري، مولا بيتي، ولادي. هذه هي الحاجة الوحيدة اللي عبدي يحافظ عليها. واش تخافي تخسري في حياتك؟ تقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أفضل الأعمال الصلاة في وقتها وبر الوالدين. صافي الإنسان كي يخسر دينه بوغ موا بوغ دون سا في سيت اون بارت كو اي دوفري لا ريغريتي يوم الحشر. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ربي ثبتنا على الدين ان شاء الله. الحاجه نخاف نخسرها في حياتي ولادي، الوالدين، ما ميغ، ما في، ولادي وداري. هذا ما كان، هادو الاولين. علاش تخافي تخسريهم؟ ما كاش عبسه تخافي عليها اكثر من هادو، بس كل مال يجي ويروح. صح. يا ما جازوا علينا دراهم وراحوا عاودنا برينا روحنا ووقفنا والحمد لله، لكن ولادك ودارك هذي هما الوالدين سيبوا الله يرحمهم. الزوجي هو كلش، هو تاج راسي. المرأة لازم تحافظ على رجلها وعلى دارها وعلى ولادها. جي بيردو مون بير، بقات يما هذيك سي لا سول اللي بقات لنا وخايفين عليها ايتو. دارنا، خابتي، خواتاتي، هذه اللي نخافها. الاولاد. لي زونفون. أعز حاجة بالنسبة لي أنا سي لي زونفون. مي زونفون، هذه الحاجة اللي نخاف نخسرها في حياتي. علاش تخافي تخسري ولاد؟ بون ديجا جاوني دمو. واش بيهم ولادك؟ أم سافا؟ لاباس عليهم الحمد لله يا ربي، أخلاق، تربية، ما شاء الله الحمد لله يا ربي. بصح هذه هي الحاجة اللي تخافي تخسريها في حياتك. مي زونفون. برك؟ وي. اي مون ماري بيان سور. علاش تخافي تخسري ولادك؟ باسكو غير كيما درت عمليه ابخي كيما قال واحد ديزاني، هذه اول مره اللي مرضت في حياتي وما صبت غير ولادي اللي وقفوا معايا، بكاو معايا وجراو معايا ووقفوا معايا. وكما شفتوا اعزائي المشاهدين كان هذا هو موضوعنا تاع نهار اليوم، نتمنى يكون نال اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم بقوا على خير، كونوا اوفياء معايا في العدد القادم ان شاء الله.